إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هوضح إيه مشكلة زكريا بطرس مع صورة الجن، ونشوف ايه ازمته معاها بالظبط علشان اعرف ارد عليه. بخصوص القرآن وبالتحديد وجود صورة الجن بين طياته، واضح يا جماعة ان مشكلة زكريا بطرس مع القرآن، وخاصة وجود صورة الجن بين طياته، وان شاء الله هرد على المشكلة اللي متضايق منها دي، علشان هو دايما بيقول على مشاكله مع الاسلام انها استفسارات وعايز رد عليها، وانا ان شاء الله هرد عليك. اين الاجابة على تساؤلاتي؟ ردوا على تساؤلات زكريا بطرس، هو ده اللي ينبغي انك تعملوه. ردوا، جاوبوا، عشان خاطر ده هو اللي هيبقى للناس، ناس متشككة. فهل عجز فعلا علماء الإسلام في الرد على زكريا بطرس؟ في الحقيقة إن ادعاء زكريا بطرس كاذب، لأنه نسي إننا في عصر التكنولوجيا والإنترنت اللي المعلومة بقت سهل الحصول عليها أكتر من الأول. فلو حد من النصارى الغلابة اللي بيضحك عليهم كتب في جوجل في خانة البحث الردود على زكريا بطرس، هيلاقي ردود كتير جدا منشورة على الإنترنت. والدكتور منقذ السكار طلب مناظرته أكتر من مرة، وكان بيتهرب بحجة إن المناظرة في النصرانية حرام، وكان بيستشهد بالنص اللي جه في رسالة بولس الرسول الثانية لأهل تيموثاوس اللي بيقول: والمباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها، علما إنها تولد خصومات. وكان بيسمي المناظرات مباحثات غبية. وفي إخوة كتير ردوا عليه في كل الشبهات اللي بيلقيها على الإسلام، زي الدكتور منقذ السكار والشيخ أبو عمر الباحث والأخ أحمد سليمان والأخ محمد نصيف والأخ نور طارق وغيرهم كتير. تقدروا بس تكتبوا في خانة البحث على اليوتيوب الهروب الكبير لزكريا بطرس. وبالرغم من وجود ردود كتير على زكريا بطرس، إلا إني هرد النهاردة على الشبهة اللي بيتغنى بيها، وهي أن القرآن في سورة اسمها الجن، وبيحاول يقنع متابعيه أن القرآن وحي من الجن، وبيقول الشبهة دي في صيغة التساؤل: هل سورة الجن موحى بها من الله؟ أم أنها وحي من الجن؟ هم اللي قالوا ومحمد سمع كلام. أولا، القرآن حذر من الشيطان ومن وسوسته، قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقبل كل سورة في القرآن المسلم بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا، وجود سورة في القرآن باسم الجن مش مدح للجن والشياطين، فمثلا القرآن بيحذر من الكفر وأهل الكفر، ومع ذلك في القرآن سورة باسم الكافرون، فهل معنى كده أن القرآن بيمتح الكافرين؟ طبعا لا، لأن اختيار اسم سور القرآن بيكون على أساس مواضيع السور. فمثلا سورة الفيل سميت بسورة الفيل لأنها بتحكي عن الفيل اللي كان هيهدم الكعبة بأمر من أبراهة الحبشي. وسورة الكافرون بتقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وسورة النحل بتتكلم عن النحل اللي بيعمل بيوت من الجبال ومن الشجر. وسورة مريم تحكي عن قصة ميلاد مريم للمسيح عليه السلام. والقرآن الكريم أخبر عن كل شيء زي البشر والجن والحيوانات. وسورة الجن مش هي السورة الوحيدة اللي تم فيها ذكر الجن، لأن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن الجن اللي سمعوا القرآن في سورة الأحقاف: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما
لقومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وده معناه إن الجن رجعوا لأهلهم علشان ينذروهم باللي سمعوه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بأنهم سمعوا كتاب أنزل من بعد موسى. ويقال إن الجن كان من اليهود ولم يسمعوا بسيدنا عيسى عليه السلام. والغريب إن زكريا بطرس بعد ما بيقنع متابعيه إن سورة الجن من وحي الجن، يرجع يناقض نفسه ويقول إن سورة الجن وحي الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قل، يعني ربنا بيقول لمحمد قل أوحي إلي، ويقول للناس إن صار عندك وحي. إيه؟ أنه استمع نفر من الجن فقالوا، هنا يبتدي كلام الجن يخش القرآن، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. لحد هنا مفيش مشكلة. هنا بيقول إن ربنا بيقول لمحمد قل أوحي إلي، يعني قول للناس إن صار عندك وحي. وبكده بينسف فكرة إنه القرآن من وحي الشيطان أو الجن اللي ملا بيها دماغ متابعيه من البسطاء الغلابة اللي بيقولوا وراء مين من غير أي تفكير. فربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ومش بس كده كمان، لا ده كمان بيعترض ان الجن كمان بيتكلم. يعني الجن بيتكلم، سورة الجن اي واحد يقول قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا الجن بيتكلم في القرآن. هنا زكريا بطرس بيعترض ان الجن بيتكلم. بصراحة انا بستغرب من اعتراض زكريا بطرس ده، لان الانجيل اللي بيؤمن بيه بيقول ان ابليس جرب اليه 40 يوم وكان بيتكلم ويتناقش معاه. 40 يوما يجرب من ابليس ولم يأكل شيئا في تلك الايام، ولما تمت جاع اخيرا، وقال له ابليس ان كنت ابن الله فقل لهذا الحجر ان يصير خبزا. ومش ابليس بس اللي اتكلم في الكتاب المقدس، ده طلع كمان الحمار بيتكلم. والقصه دي بتتكلم عن بلعام لما كان راكب الاتان اللي هو الحمار، فالاتان قعدت على الارض فضربها صاحبها بحاجه كده زي الحديده 3 ضربات، فربنا منح القدره للحمار انه يتكلم وقال لي بلعام انت بتضربني ليه؟ فبلعام قال للاتان انا بضربك لانك اهنتني ورفضت تمشي وقعدت على الارض. فلما ابصرت الاتان ملاك الرب ربضت تحت بلعام، فحمي غضب بلعام وضرب الاتان بالقضيب، ففتح الرب فم الاتان فقالت لبلعام ماذا صنعت بك حتى ضربتني الان 3 دفعات؟ فقال بلعام للأتان لأنك ازدريت بي، لو كان في يدي سيف لكنت الآن قد قتلتك. فقالت الأتان لبلعام ألست أنا أتانك التي ركبت عليها منذ وجودك إلى هذا اليوم؟ هل تعودت أن أفعل بك هكذا؟ فقال لا. ثم كشف الرب عن عيني بلعام فأبصر ملاك الرب واقفا في الطريق وسيفه مسلول في يده، فخر ساجدا على وجهه. وده معناه يا زكريا ان ربك اللي بتؤمن بيه
ادى القدرة للحمار انه يتكلم، وبالتالي مفيش مشكلة ان الجن يتكلم في القرآن الكريم لان كلهم مخلوقات الله. واعتقد ان زكريا بطرس لما لقي فيه ردود منطقية من الاخوة على كذبه وتدليسه بان القرآن من وحي الجن، بدأ يغير الموضوع خالص وقال ان المشكلة مش في الوحي، المشكلة ان الشياطين ازاي تشهد للقرآن. جن بيشهد للقرآن انه بيهدي الناس فامنوا بيه، دي مشكلة. ازاي نصدق الجن وازاي نسمح له يشهد؟ ده احنا عندنا في الكتاب المقدس في ناس فيهم شياطين ابتدوا يشهدوا لبولس، ها الراجل ده بيكلمكم بكلام الله، اسمع كلام الله، انت مالك انت؟ فذهب بولس الرسول وطرد الشيطان منهم. ليه؟ مش عايزين شهادة من مجرمين، مش عايزين شهادة من شياطين، مش عايزين شهادة من الجن. بيعترض زكريا بطرس على ان الجن بيشهد للقرآن، ونسي ان الجن نفسه في نفس السورة قال وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني منا الموصوفين بالصلاح والتقوى، ودول اللي آمنوا بالله وحده ولم يشركوا به شيئا، ومنا اللي فسقوا عن أمر ربهم وكفروا به. والجن فيه المسلم والمسيحي واليهودي، بل إن الجن المسيحي واليهودي بيدخلوا الإسلام لما يقرأ على الشخص المتلبس به الرقية الشرعية. وإذا كنت بتعترض إن الجن بيشهد للقرآن، فالجن شهد لربك اللي بتعبده، فأنا عايز أسمع منك رأيك في المفاجأة دي. تعرف المسيح؟ أيوه. مين هو المسيح؟ والله مين هو المسيح؟ الله الله. انهار ابيض ينهار اسود يد المصيبه السوداء، ينهار ابيض ينهار اسود يد المصيبه السوداء. دي المصيبه الاكبر كمان ان الاستاذ كمال غبريال وضح حقيقه الشخص اللي كان عامل نفسه شيخ مسلم في مقال في جريده المصريون، وذكر ان القس زوج الاخت كاميليا شحاته ظهر بدور مسلم كومبارسي في مسرحيه اخراج شيطان لمكار يونان. والمقال بيقول من جهته أثار كمال غبريال أحد قيادات العلمانيين الأقباط تساؤلا عن التشابه الذي يصل إلى حد التطابق بين القس سمعان تدرس كاهن كنيسة ماري جرجس بدير مواس وأحد الأشخاص الذي ظهر منذ سنوات مع القس مكاري يونان ليخرج منهم الشيطان تحت اسم الشيخ عماد، مما دفع العديد من المشاركين إلى التأكد على ما يقوم به القس يونان، ما هو إلا تمثيلية لخداع البسطاء والجهراء ويعاونه فيها بعض أفراد طائفته. انهار ابيض ينهار اسود يد المصيبه السوداء. ولسه في مصايب سوداء تانية كتير، فعندك مثلا الكتاب المقدس يقر بقوه الشيطان لما الشيطان اصعد الهك وربك اللي بتعبده للجبل وراه ووراه ممالك العالم وقال له اسجد، فيسوع قال له لا، السجود بيكون لله وحده. 40 يوما يجربوا من ابليس ولم يأكل شيئا في تلك الأيام، ولما تمت جاع أخيرا، وقال له إبليس إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. فأجابه يسوع قائلا مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة من الله. ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان، وقال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد، فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان، انه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. انهار ابيض ينهار اسود يد المصيبه السوداء. والمشكله يا زكريا ان عندك في الكتاب المقدس نص بيقول ان الله لا يجرب. لا يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور
وهو لا يجرب أحد. فإذا كان الله لا يجرب والشيطان جرب يسوع 40 يوم في البرية، إذن يسوع ليس الله. ولو سألت أي مسيح إزاي الشيطان يجرب ربك، يقولك الشيطان جرب الناسوت. طيب إزاي وانتوا بتقولوا على المسيح إنه ابن الله، وابن الله معناها عندكم إنه يساوي لله، أي هو الله. ويسوع نفسه قال للشيطان لا تجرب الرب إلهك. لا، والمصيبة السودة والأكبر يا زكريا إن كتابك اللي بتؤمن بيه وصف الشيطان بإنه إله هذا الدهر. الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. كمان الشيطان في الكتاب المقدس رئيس هذا العالم. الآن بينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجه. والشيطان في الكتاب المقدس ضرب نبي الله أيوب بأمر الرب. فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته. أنهر أبيض ينهر إسوح، بيد المصيبة السوداء. وبكده يتضح للمشاهدين أن الكتاب المقدس هو اللي فيه تقديس للشيطان. وأشار الكتاب المقدس للشيطان أكتر من 200 مرة، وتم ذكره في العهد القديم في 7 أسفار، وهي التكوين وأخبار الأيام وأيوب والمزامير وأشعياء وحزقيال وزكريا. وفي نهاية الحلقة أقول لزكريا بطرس يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.